بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ المحاضرة الخامسة من الميكروبيولوجي. هنا هاي أول سطرين كفد learning objective عن المحاضرة نعوفها. نجي لهنا the members of the cell enterobacteria are small. يقول هاي عندنا فد عائلة من البكتيريا أسميها الانتروبكتيريسي، تكون member small يعني فد يعني بها عدد مجموعة من الأفراد تكون small. جرام نيجاتيف يكونون جرام نيجاتيف، زين يعني شنو جرام نيجاتيف؟ يعني يكونون الصبغة مالتهم تحت المجهر أشوفها تظهر بالبينك أو الرايد هيك يعني. نون سبور فورمينج انتراكواسيلاي، ما راح تكون يعني على شكل سبورات من تكون خارج الجسم الكائن الحي، ما تكون على شكل سبورات، ما تكون سبورات. زين بعد inhibit a large intestine of human and animal، راح تكون موجودة إذا كانت موجودة داخل جسم الكائن الحي أو كان الإنسان أو الحيوان healthy ومناعته زينة قوية أو ماكو فد virulence factor، هاي البكتيريا ما راح تتنشط، راح تبقى inhibit بحيث ما تسوي لضرر على جسم الإنسان، يعني تكون فلورا. لكن إذا صادفت وإجاني فد virulence factor ونشطها، لا راح تسوي لفد باثوجين معين، او اذا كانت مناعة الجسم ضعيفة لا راح تسوي لباثوجين معين. طبعا هي البكتيريا اللي تكون يعني مو ضارة او تعتبر فلورا اللي هي الشريشيا كولي والكليبسيلا كولي والانترا باكتر والسيرتا، هذني حتى لو يعني يبقون داخل الجسم الا اذا ضعفت مناعة الجسم او الا اذا اجبرنس باكتر الا يسوون باثوجين. بينما القسم الثاني اللي هي السلمونيلا والشليجا، هذني الانواع من البكتيريا اذا مثلا لأن تعتبر باثوجين حتى لو يعني اكو مناعة واكو ما هذا، تعتبر ذني باثوجين سببوا لي امراض. زين شو يقول؟ يقول all facultatively anaerobic، يعني راح يكونون يعني المعيشة مالتهم حرة. شلون يعني؟ سواء توفرت لهم الظروف المعيشية المناسبة من أكسجين وغذاء وهذه الأمور يعيشون، وحتى لو ما توفرت لهم لا يعيشون لفترة محددة وبعدها يعني تنتهي حياتهم. Can be classified according to lactose fermentation into group. طبعا اني هاي العائله اللي هي الانتروبكتريسيا راح نقسمها الى مجموعتين، مجموعه تسوي لي فرمنتيشن لللاكتوز ومجموعه ما تسوي لي فرمنتيشن لللاكتوز، يعني مجموعه تخمر لي لها القدره انه تسوي لي تخمير لللاكتوز ومجموعه ما تقدر تسوي لي تخمير لللاكتوز. طيب شنو هذول؟ المجموعة اللي تقدر تسوي الفرمنتيشن لللاكتوز هي الارشيشيا والكلابسيلا والانتروباكتر والسيرتا، بينما اللي ما تسوي الفرمنتيشن اللي هي السالمونالا والشيليجا والبروتاس، هذولا ما يسمو ما يسوي تخمير لللاكتوز. لكن اذا سألني السؤال هذولا هل يا ترى كلهم يسوون تخمير فرمنتيشن للجليكوز؟ ايه كلهم ذولا يسوون فرمنتيشن للجليكوز، لكن مو كلهم يسوون لللاكتوز، يعني كمعلومة لكم هي ما مذكورة هنا بالمحاضرة. زين هسه نجي للتركيب مالت هاي العائلة من البكتيريا كتركيب، شنو تتكون؟ السطح مالتها منين يتكون؟ الانتيجينيك سيرفيس ستراكشر بلاي ان امبورتانت رول for some species in epidemiology and classification. طبعا هذا التركيب راح يفيدني يعني بتصنيف انواع هذه البكتيريا، يعني تمكنني من خلال هذا التركيب راح اقدر اتمكن من معرفة هذه الانواع من البكتيريا اللي تنتمي الى عائلة الانتروبكتريسيا. كتركيب اول شيء عندنا الكي اللي هي الكبسولار انتيجين، يعني بعض الانواع تحيطها الكي كبسولار، طبعا هن كلهم يكونون نون كبسوليتد ما تحيطهم يعني كبسول، ما عدا نوع واحد من هاي البكتيريا اللي هي الكلاب سلة من اسمها كلاب سلة كبسول، يعني كي كبسول فراح تحيطها الكبسول، بس هذا النوع يحيطها كبسول. بعد الاتش اللي هي فلاجيلر انتيجين، يعني راح تكون بها اتش فلاجيلا. بعد طبعا البعض من عندها يعني مو كلهم. بعد الاوزماتيك انتيجين، هذا موجود يعني تقريبا بكل البكتيريا الاوزماتيك انتيجين، اللي هو شنو هذا؟ اللي هو سبيسيفيك بولي سكرايت سايد تشين، هذا الاوزماتيك او عفوا السوماتيك، يا اوزماتيك السوماتيك الاو اللي هو سوماتيك انتيجين، ايش راح يكون؟ هو عباره عن سلسله من البولي سكرايت، زين اللي هو منين؟ من اللايبو بولي سكرايت.
use for bacterial typing، وهذا راح استفاد من عدة بتحديد انواع البكتيريا اللي من هذا النوع. زين each age، هاي يعني antigen has subtypes that add is typing and classification and detect by sortobing، يعني ما مو ذاك المعنى، انه يقصد بها انه راح استفاد من هذه الستركتشرات حتى شنو احدد الانواع التصنيف مال هذه البكتيريا واحدة عن الثانية اقدر اميزها باختصار يعني. هنا نجي للشريشيا كولي اللي هي اول انواع من انواع البكتيريا من هاي العائلة اللي هي الاشريشيا. شو تكون؟ تكون جرام نيجاتيف رود موتايل وذ ذا بريستيج فلاجولا، راح تكون جرام نيجاتيف وراح تكون رود، شكلها رود عصوية هيك الشيء يعني، تكون قادرة انه تكون موتايل لانها راح تمتلك فلاجولا. وبعد نون سبور فورمينج، قلناها هاي المعلومة انه هاي كلها هاي العائلة تكون نون سبور. بعد الـ E. coli and related bacteria constant about 0.1% of gut flora and، خلنا نفسر هاي المعلومة، يقول هاي البكتيريا بنسبة 1% بنسبة 1% إذا كانت موجودة بالإنتستين مات الإنسان، يعني إذا كانت موجودة داخل الإنتستين بالجي آي تي راح تعتبر فلورا. هاي شو وقت؟ اذا كانت المناعة مات الانسان مثل قلنا قوية، او الحيوان قلنا شنو المناعة مات قوية، ماكو فيرولنس فاكتر زين تحفز لهذه البكتيريا وبالتالي تصير باثوجين، فهذا شو راح تبقى؟ راح تبقى تكون يعني فلورا بنسبة 1%. and fecal oral transmission is the major route through which pathogenic strains of bacterium cause disease، ويقول هذه البكتيريا الناقل او تقدر تنتقل يعني كالترانزميشن مالتها تنتقل عن طريق الاورال كشي ميجر روت زين، تنتقل عن طريق الاورال وتروح تدخل للبلاد واحتمال تسوي لي باثوجين اللي هو تسوي لي احتمال البكتريميا اللي هو تسوي لي تجرثم بالدم زين، تروح للبلاد ستريم وتسوي لي بكتريميا او بكتيريوم. بعد cells are able to survive outside the body for limited amount of time، يقول هذه البكتيريا قادرة على أن تبقى خارج جسم الكائن الحي، خارج النسيج الحي لفترة محددة مثل ما قلنا، لأن هي احتمال أنه قلنا شنو هي تكون حرة المعيشة تعيش بظروف يعني إذا توفرت ظروف معيشة تعيش أوكي يعني اللي هي داخل الجسم، لكن إذا ما توفرت لها اللي هي خارج الجسم لا ممكن تعيش لكن فترة محددة limit amount of time. بعد which makes them ideal indicator organism to test environmental sample for fecal contamination، شو يقول؟ يقول طبعا هاي تعتبر شلون بكتيريا مثالية، شلون بكتيريا مثالية يستخدموها بالاختبارات يعني لان هي تبقى يعني خارج جسم الكائن الحي تبقى عايشة، فهاي تفيدهم بالتيستات زين، بالذات بالفيكال يعني sample for fecal contamination، يعني ياخذون فيكال زين سمبل يعني فد عينة ويشوفون لان احتمال انه شلون يكتشفون انه فد بكتيريا يعني اللي هو هاي النوع اللي هي الايكولاي، لان تبقى عايشة لفترة او حية لفترة من الوقت. بعد باثوجينيك ايكولاي ستينز كان بي كاتيجوريز باست اون او اتش اند كي انتيجين، يعني راح نقدر انه نصنف هذه البكتيريا هاي الايكويل او كشي يعني باثوجين اللي تسبب للامراض اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على التركيب مالتها، على الستركتشر مالت هذا الانتيجين الاو الاتش الكي زين. بعد as the distributing is important in distributing of strains that actually cause disease، وكذلك هذا مهم حتى بأعرف الأمراض يا شنو نوع البكتيريا اللي سببت هذا المرض، يعني تفيدنا هذه ال structure antigen. بعد thus the serotype ال O 157 ال H 7 مثلا شي يقول لي؟ يقول لي بالامتحان شنو الرقم مالت ال somatic antigen مالت ال E coli؟ ايش اقل؟ اقل 157 مثلا، اقل يقول لي اريد الرقم مالت ال H او مالت الفلاجيلا بالإيكولي، اقل له هو 7 زين
وماكو كبسول. هاي البكتيريا اذكركم ماكو بيها كبسول، بس نوع واحد عندنا بكتيريا من هاي العائلة محاطة تكون كبسول، اللي هي شقلنا عليها اسمها اللي هي الكلابسيلا. زين الاورثر هنا جاي مطين معناها، يقول الاورثر هي تشير الى السوماتيك انتجين، الاتروفير هي تشير الى الفلاجولار انتجين، واخذناهم ذني بالمقدمه. شو يقول؟ يقول is unequally responsible for causing HUS اللي هي الهيمولايتيك يوريميك سندروم. يقول هذا النوع من البكتيريا طلاب اللي هو ال الايكولي او سميناه الاشريشيا كولي، هاي طلاب راح تكون مسؤوله انه تسبب لي مرض الهيمولايتك او متلازمه الهيمولايتك يوريميك سندروم. اذا شو وقت اذا مثلا كانت المناعه مالت الانسان ضعيفه، او اذا كانت يعني فد عندي فيرلنس فاكتور، زين راح يسبب لي هذا النوع، هاي البكتيريا تسبب لي هذا النوع من الامراض اللي هو الهيمولايتك يوريميك سندروم. زين بعد The enteric bacteria generally do not cause disease. ها يقول هذه البكتيريا ما تسبب لي أمراض. طيب هسا شنو هذا المرض اللي أخذنا شلون صار؟ هسا نجي نعرف. And in the intestine they may even contribute of normal function and nutrition. يقول حتى احتمال تساعد الانتستين بأداء وظيفتها. زين؟ تساعد الانتستين بأداء وظيفتها. بعد the bacteria هاي شو وقت؟ هاي إذا كان الجهاز المناعي مال هذا الشخص يعني perfect healthy. بعد ماكو virulence factor. زين بعد يقول the bacteria become pathogenic. ها هسه هنا يقول لي لا البكتيريا احتمال هاي تصير pathogenic only when they acquire certain virulence trait or the rich tissue outside of their normal intestinal or other less common normal flora sites. شو اقصد بيها؟ يقول هاي يا بالبكتيريا احتمال تصير pathogenic. زين شو وقت تصير باثوجينيك؟ تصير باثوجينيك لما فديجيني فيرولنس فاكتور يحفزها يسويها باثوجين. بعد شو وقت تصير باثوجين؟ لما تكون خارج جسم الكائن الحي اوتسايد تشو، خارج الانسجة الحية، هاي ايضا تكون شنو تسوي لي امراض. بعد the most frequent site of a clinically important infection are urinary tract, biliary tract, abdominal cavity. يقول اكثر الامراض اللي تصير بسبب هاي البكتيريا هي urinary tract، تسوي لي فالديزيز بالurinary tract، ديزيز بالبيلاري tract، فالديزيز بالابدومينال كافيتي. زين بعد when normal host defenses are inadequate particularly in infancy or old age. ها يقول يا ترى اذا مثلا صارت اكو فد ديفنس يعني فد ديفكت بالجهاز المناعي، هاي البكتيريا راح تصير يعني تتحفز، جهاز المناعي مات الانسان ضعف، تلقاها فرصة يعني لها تتحفز تبدي يعني تصير باثوجين، تسوي لي باثوجين. بعد or old age كل ما الانسان يتقدم بالعمر شوية مناعته تضعف، الامعاء مالته تتعب، زين فهي تبدي تتحفز. بعد in the terminal stage of the disease وبالتالي شو تسوي لي disease امراض. after immunosuppression كذلك يقول همات من يضعف الجهاز المناعي localize clinically important infection can result and bacteria تسبب لي شنو infection، لان ضعف الجهاز المناعي مثل ما قلنا فسوي infection or disease and the bacteria may reach the bloodstream وحتى احتمال هاي البكتيريا تطلع وتروح للبلاستريم and cause spaces وتسبب لي spaces. هي شنو spaces؟ هي ان البكتيريا تروح للبلاستريم وتسوي لي تجرثم بالدم، يعني شلون تسمم الدم تسوي لي بكتيريوم للدم. زين جرثمة. زين الباثوجينيك سترينز اوف ايكولي ار ريسبونسبل فور 3 تايب اوف انفكشن ان هيومن. يقول هذا النوع من الايكولي راح يكون مسؤول انه يسوي لي 3 انواع من الالتهابات بالانسان، اللي هي اليورينري تراكت انفكشن، وبعد والنيونيتال مننجايتس والانتستينال ديزيز. زين 3 انواع من الانفكشن يسوي لي بالانتستين او بالهيومن عفوا، اللي هي اليورينري تراكت انفكشن والنيونيتال مننجايتس والانتستينال ديزيز. يقول also can cause acute وكذلك احتمال تسوي لي acute bacterial meningitis pneumonia internal او intra abdominal infection liver abscess gastroenteritis and bacteremia اللي هي السبسس نفسيته. زين البكتيريميا. بعد الايكولي is best known for ability to cause intestinal disease.
يقول انه الايكولي هي يعني اشهر الانواع من البكتيريا السبب لامراض الانتستينال. وطبعا عندي 5 كلاسز فيروتايب، راح قسموها الى 5 انواع من الايكولي that cause diarrheal disease are now recognized. 5 انواع من البكتيريا من هاي الانواع، يعني عندي 5 انواع من الايكولي من هاي الشريشيا تسبب لي دياريا، كلهم يسببوا لي دياريا، لكن كل وحده من هاي الانواع لها فد خاصيه او فد ميزه تميزها عن الثانيه. اول نوع من الايكولي اللي هو اسميه الانتراتوكسيك جينيك او ايكولي او الشريشيا ايكولي، اللي هي ليش سميناها انتراتوكسيجينيك اشريشيا ايكولي، اللي هي لان او ايكولي هي نفسها اشريشيا كولي او ايكولي، لان تطلق لي الماده السامه اللي هي الانتراتوكسين ان ذا هيومان سمول انتستين، وراح تسوي لي شنو ترافليفرز اند تشيلدرن دياريا، يعني خلال مثلا السفر المسافرين، اشخاص المسافرين اكثر شيء يصابون بهذا النوع من الدياريا، والتشيلدرن همات تشايلد، وبالذات تصير بالبلدان المتقدمه developing countries. بعد النوع الثاني من الايكولي او الاشريشيا كولي اللي هي الانترا انفيزيفا، اللي هي راح يكون الدياريا مالتها بميوكاس ببلاد، يعني هيك يكون الدياريا بعد، وراح يكون عنده ابدومينال كرامبز تشنجات and fever are typical clinical feature invisible food borne pathogen. ويقول وكذلك تصير عنده حمى الشخص اللي ينصاب بها، وتنتقل هذا النوع من البكتيريا عن طريق الطعام الملوث، يعني الناقل لها هو الغذاء. بعد الانتروهيمورهيجيك، الانتروهيمورهيجيك ايكولي اللي هي كاز دياريا سبب لها مواد دياريا، هنا كلها يسبب للدياريا، كلها يسبب للدياريا، بس كل وحدة اكو فد ميزة بيها. كاز دياريا هيمورجيك كوليتايس اللي هي راح تسبب لي شنو نزيف قالون، يعني نزيف في القالون، وذا بلادي دياريا، ويكون الدياريا بلادي اند هيمولايتيك يوريميك سندروم، سبب لي الهيمولايتيك يوريميك سندروم ان هيومان اند ار امبليكيتد ان سيفرال فود بورن اوت بريك ان ديفلوب كونتري، وكذلك راح ينتقل عن طريق الفود بورن، يعني الطعام الملوث، واهمات اكثر شيء منتشره وين او تصير بالديفلوبد كونتريز بالبلدان المتطوره. الانتروباثوجينيك اللي هي از برينسيبل كاز اوف دياريال ديزيز، سبب لدياريال ديزيز اند اوت بريك ان انفانت، اكثر شيء يصير وين بالانفانت، هاي من هي الانتروباثوجينيك. نجي من بعد للانتروغريجيتيف ايكولي اللي هي has been considered an emerging foodborne pathogen primarily associated with the persistent and acute childhood diarrhea and growth retardation in developed and developing countries. يقول هي سبب لدياريا وراح تنتقل عن طريق الأطعمة الملوثة، وأكثر شيء يصير بالأطفال زين، وتكون يعني تسوي growth retardation نمو حاد أو شيء، يعني شيء عند الأطفال بعد، وتصير أكثر شيء يعني منتشرة بالبلدان المتقدمة أو المتطورة. البريفالنس فاكتور إذا توفر لي مثلا فد عامل أو هاي يعني فد فاكتور معين توفر لي من هذه البكتيريا راح تأدي لي شنو نسوي، نسوي لي باثوجين. زين شنو هاي البريفالنس فاكتور؟ نجي ناخذها اللي هي الإندوتوكسين، كذلك الاكسوتوكسين، طبعا الاندوتوكسين اللي تسوي لي بلاد كلوتينج بروبلم، كذلك الشوك، واحتمال تسوي شنو الديث. بعد الاكسوتوكسين والادهيزنز هم ما تتنشط له هذه البكتيريا، هي مثلا تلتصق عن طريق فد اهداب او تلتصق بمن فد سيرفيس ممبرين او سيل ممبرين زين، ويصير لها بعد هذا الادهيزنز راح يصير لها شنو انفيجن كاباسيتي، انه تقدر انه تخترق هذا الممبرين وتدخل وتصير باثوجين. بعد شنو العامل اللي يخليها تكون باثوجين او يحميها من الفاجوسايتوسيس اللي هو اللايبوبوليسكرايد او اسميها بالسوماتيك اور الاو انتيجين، اللي هو قلنا عليه شنو، قلنا هو عبارة عن سلسلة من البوليسكرايد اللي هي منين، اللي هي من اللايبو بوليسكرايد، ويكون قد يكون هيت ستيبل انواع، يعني هيت ستيبل اور موست اكسترنال اكسترنال ان سيل وول زين. بعد كشي ثاني احتمال همات اشوفه هو الكبسول
زين الكبسول اللي هو الكي انتيجين اسميه او الفلاجيلا الاتش انتيجين، هذول كلهم يعتبرون فيرولنس فاكتور، يساعدون هذه البكتيريا على انه تنشأ تتطور ويعني تسوي لي فد باثوجين، تكون باثوجين. زين خلصنا هذا النوع الاول من البكتيريا، نجي للنوع الثاني من البكتيريا اللي هي الكلابسيلا. It is a genus of non-motile، ما تكون non-motile على العكس من ذيك قلنا motile اللي راح تحتوي على فلاجيلا. بعد تكون gram negative rod shape بكتيريا مثل ما قلنا بالبداية، with prominent polysaccharide، بس كبسول راح تحتوي شنو على polysaccharide اللي هو عبارة عن شنو، عبارة عن كبسول، راح يكون محاطة هاي النوع من شنو الكلابسيلا راح تكون محاطة بكبسول اللي هو عبارة عن شنو، عبارة عن polysaccharide. هذا النوع الوحيد من البكتيريا محاط بهذا الكبسول، يعني مهمة جدا. الكلابسيلا سبيشيس ار فاوند ايفريوير ان ناتشر، راح القاها وين ما كان موجودة بالطبيعة. They can be found in water, soil, plant, insects, animal and humans. اشوفها بالwater، بالنباتات، بالحشرات، بالحيوانات، بالانسان، وين ما كان. زين عد ثلاث انواع من هاي البكتيريا، طلاب جدا مهمات ركزوا على الانواع مالت الاشريشيا كولاي وكذلك هاي الكلابسيلا كولاي. مهمات عد ثلاث انواع من هاي الكلابسيلا اللي هي شنية، كلابسيلا نيمونيا، كلابسيلا اوكزايتوكا، وكلابسيلا جرانيلومايتس. Most produce highly mucus colonies on plants because of production of adenine polysaccharide capsule. إيش راح تنتج لي هذا النوع من البكتيريا؟ راح يعني يكون تنتج لي ميوكاس، يعني يكون قوامة عالي. ليش؟ لأن هي تحتوي لي على الكبسول. هذا الكبسول منين مصنع؟ مصنع من بولي، يعني يكون عبارة عن بوليسكرايد، فنتيجة انه احتواها على البوليسكرايد اللي هو الكبسول محاطة بالبوليسكرايد اللي هو عبارة عن كبسول مثل ما قلت، راح تنتج لي كميات كبيرة منين؟ من الميوكس. زين بعد in recent year الكلابسيلا have become important pathogen in nosocomial infection. يقول بالسنوات الأخيرة عن طريق دراسات وما أعرف شنو لقوا إنه الكلابسيلا يعني هذا الباثوجين هي من أحد الأمراض يعني اللي تصير بالمستشفيات، وش العدوى اللي تنتقل عن طريق المستشفيات، يعني أحد أمراض الإنفكشن أو أحد الإنفكشنات اللي تصير وين بالمستشفيات، تنتقل بالمستشفيات. بعد الديزيز اللي شنو سبب الأمراض، سبب الريسبيراتوري ديزيز، أول شيء ريسبيراتوري ديزيز اللي هي من يسويها النوع الكلابسيلا نيمونيا، leading cause community acquired and nosocomial pneumonia. يقول احتمال هي هاي تكتسب يعني من خلال المستشفيات. and lung abscess، وسوي lung abscess most pulmonary disease caused by الكلابسيلا نيمونيا are in the form of bronco pneumonia or bronchitis. وتسوي لي شنو هاي النيمونيا؟ تسوي لي البرونكو نيمونيا أو برونكايتس. زين وبعد شو تسوي لهذا النوع من البكتيريا؟ تسوي لي ال SNS infection، السنترال أمراض الالتهابات اللي تصير بالسنترال نيرفوس سيستم، مثل ما عندنا مثل المنينجايتس اللي تصير بالأطفال أو البرين أبسز. زين بعد شو تسوي لهاي البكتيريا؟ تسوي لي اليورينري تراك infections. زين وبعد الهيباتيك ديزيز ايضا تصير يا نوع من البكتيريا الكلابسيلا، بالضبط يا نوع الكلابسيلا نيمونيك او نيمونيا. زين نجي للنوع الثاني من هذا الانواع من البكتيريا اللي هي الكلابسيلا جرانيولومايتس، اللي هي كازز جرانيولوما تصير بالجرانيولايت جرانيول اللي هي موجوده بال الجينيتاليا يعني الاعضاء التناسليه. شو تسويها؟ تسوي لها جرانيولوما يعني ورم حبيبي. زين شلون تخليها هيك متقرحه تتقرح؟ زين وين تصير اكثر شيء؟ تصير مثل ما قلت بالجينيتال او الجينيتاليا يعني بالاعضاء التناسليه. بعد النوع الثالث من الكلابسيلا اللي هي كلابسيلا اوكزايتوكا، اللي هي شو تسوي لي؟ تسوي لي منينجايتس وبرين أبسز مثل يعني ما تسوي لهذيك الكلابسيلا نيمونيا. زين الفيرولنس فاكتور مالتها اللي هي اول شيء عندنا الكبسول راح تكون مثل ما قلنا هاي الكلابسيلا از ان اسينشال تو فيرولنس، هو النوع يعني هو يعني هذا الكبسول
هو الشيء الرئيسي او هو اللي يحفز لي هاي البكتيريا حتى تسوي لي باثوجين، حتى تكون باثوجين وتنتقل. يعني كشيء رئيسي هو الكبسول، لان هو يقوم بحمايتها. زين، فيقول هو كاستنشال تو فيرنس تو بروتك بكتيريام فروم فاجوسايتوسيس باي بوليمورفونيوكلير جرانولوسايت، انه راح يقوم بحمايتها من الفاجوسايت. زين، من الكرات الدم البيض ولا اخر الفاجوسايت، عن طريق شنو؟ عن طريق انه تكون باشكال متعدده بوليمورفونيوكلير. بعد and prevent killing of the bacteria by bactericidal serum factor، وكذلك راح يحميها من يعني المصل اللي يكون حاوي على فد أجسام مضادة لهذا النوع من البكتيريا. زين، فهو راح يحميها. بعد شرح ألقى اللي هو البل، اللي هي شلون أهداب أو شيء. شو تساعدها هاي تساعدها انه تقترب من الميوكوس سيرفيس، ويعني تخترقه، تسوي له تلتصق به وتخترقه حتى تدخل هاي البكتيريا فد هذه الخليه المعينه. help the microorganisms to هاي تساعد لهاي البكتيريا to come close possible host mucosal surface، انه تقترب من الهوست mucosal surface and maintain this approximately by attaching to host cell، حتى تسمح لها انه تتصل بمن بالهوست cell. وبعد والال بي اس اللي هو يقصد به اللايبوبولي سكرايد، اللي هو قلنا عبارة اللايبوبولي سكرايد راح يعني عبارة عن او انتجين اللي هو السوماتيك انتجين اللي راح يحميلي، او هو يعتبر كفيرولنس فاكتور لهذا النوع من البكتيريا اللي هو الكلاس بكتيريا كلابسيلا. كازز اند ترانسميشن، هسه نجي شو نسبب لي شلون تنتقل هذه البكتيريا. الكلابسيلا بكتيريا ار موستلي سبريد ثرو بيرسون تو بيرسون كونتاكت، عن طريق مثلا شخص يلامس شخص تنتقل هاي البكتيريا. بعد ليس كومونلي ذي ار سبريد باي كونتامينيشن ان انفايرومنت، يقول ما راح تنتقل يعني مو يعني ما تنتشر هواي عن طريق البيئه وما اعرف شنو. لا، مو مثلا شخص لامس شخص انتقلت، لا مو عن طريق البيئه وهذه الامور. لعد شنو بعد شي يقول as with the other healthcare associated infection the bacteria can be spread in healthcare setting via contaminated hand of healthcare workers. يقول ايضا العناية الصحية وهذه الامور لها علاقة بهذه البكتيريا. مثلا اذا شخص كانت العناية الصحية بجسمه وهذه الامور مو يعني مو كلش مهتم بنفسه، فاكيد انه راح يسبب فد انفكشن بسبب هذه البكتيريا. لكن يعني حالها حال بقية انواع البكتيريا، لازم اكو فد هيلث كير. زين، واذا كانت الهاند اوف يعني اذا اليدين ملوثة هاي يعني راح تكون احتمال انه تصير عندها هذه البكتيريا تنتقل، لان هي قلنا تنتقل مثلا من شخص الى شخص. بعد the bacteria are not spread through the air، هذه البكتيريا ما راح تكون منتشرة بالهواء. زين، لذلك قلنا انه قليل انتشارها بالبيئة، يعني عن طريق البيئة وهذه الامور قليل تنتشر عن طريق الاشخاص. زين، less commonly يعني ما تنتشر عن طريق الانفايرومنت. بعد الليبورتوري دايجنوستيز، شلون اجيب المختبر اشخص هاي العينة بها ايكولي او الكلابسيلا، شلون اجي اعرف انه هاي العينة بها هاي الانواع من البكتيريا. اخذ في سبيسمين كولكشن اكوردينج تو سايت اوف انفكشن، مثل هذا السايت هذا العضو بهذا الانفكشن، انفكشن معين يعني مثل هذه البكتيريا، اجي اخذ هذه العضو احطه جوا المجهر، احطه يعني اسوي له اجيب انفد عينه بها مصابه بانفكشن نتيجه هذه البكتيريا اخذها. diagnosis depend on microbiological method، يقول هاي الدايجنوستس تعتمد على الطريقه اللي انا راح اسويها، يعني حتى اشخص دايجنوس انا راح احصل على الدايجنوس نتيجه المايكرو بايولوجيكال ميثود اللي انا راح اسويها. كالتيفيشن ستينينج اند بايوكيميكال تيست، مثلا اجيبين هذه العينه مالتي اخلي اسوي لها كالتيفيشن، ازرعها فد على فد شيء معين ازرعها عليه، بعد اصبغها اسوي لها بايوكيميكال تيست حتى شنو، حتى اوصل للدايجنوستس اللي انا اريده، حتى اعرف شنو نوع هذه البكتيريا حتى اشخص. بعد او عن طريق سيرولوجيكال دايجنوستس فور سيرو جروب، اللي هي سيرولوجيكال دايجنوستس للسيرولوجيكال تيست
اللي قلنا عليها سابقا بالمحاضرة، ما أتذكر يا محاضرة بالضبط، لكن محاضرة أعتقد الرابعة قلنا سيرولوجيكال تيست يقصد بها هي مجموعة اختبارات اللي هي الإلسا تيست، اللي هي الـ ELISA تيست، وبعد والسيربروسباينال فلويد تيست أيضا. عن طريق هذه التيستات هم أقدر أسوي دياغنوسز وأعرف أنواع البكتيريا، بعد وعن طريق الموليكولار ميثود. زين تريتمنت شلون أعالج هذا الشخص المصاب بها أنواع البكتيريا؟ يقول most clinical isolated are MDR اللي تعني multi drug resistance, choose drug according to suspiciously test. يقول إنه هذه أغلب هذه أنواع هذه البكتيريا اللي هي هذه البكتيريا الشريشيا كولاي والبلاسكيلا كولاي راح يكونوا شنو مقاومين للتريتمنت، يعني ما يستجابون للعلاج. طيب انا شلون اقعد واسكت؟ لا، شلون اعطيهم؟ اقول لهم conservative treatment in addition to a specific treatment according to patient pertination. يعني شنو؟ مثلا انا منطقة علاج دراج هو مقاوم، هذا البكتيريا مقاومة لهذا الدراج، انا ايش انطي؟ انطي فد علاج ثاني ما يخليها تكون مقاومة، يعني يثبط له من مقاومتها، وبنفس الوقت هو راح ياخذ هذا العلاج اللي انا انطيت هي اللي هو الاول اللي هي هاي البكتيريا قاومته حتى يقضى عليها نهائيا. يعني انطي اثنين درجات، واحد يثبط لي اياها والثاني شو يسوي لي؟ يعالج يعني من الوضع. زين خلصت محاضرتنا، واذا شيء ما واضح وما مفهوم ان شاء الله انا موجوده.